مصر عاملة بالظبط زي لعبة العربيات المتصادمة في الملاهي، والسواقة فيها فهلوة مش قصص ودراسة. ولو أنت من أصحاب العربيات فرحلتك كل يوم لأي حتة هتكون مغامرة، بين عربيات النقل ومفصلات الكباري، الطرق البيضة والمطبات الهاند ميد، الحفر المفاجأة والمشي عكسي، والزحمة اللي بسبب الإصلاحات اللي مش بتخلص أو اللجان المرورية. احنا ما عندناش طرق، الطرق كلها مكسره، والعربيات كلها بتيجي لنا فيها كارترات بتتكسر وفتسات بتتكسر من المطبات. كل الطرق عندنا مدغدغه. طب الطرق المدغدغه دي بتاثر على عمر الكاوتش؟ طبيعي. عدد زيارات الميكانيكي دي لا تحصل طبعا. اولا يعني الطرق في مصر سيئه جدا، وده شيء بيبقى مكلف جامد جدا 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 للعربيه. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، انا بمعدل كل 10 ايام كل اسبوع لازم ابقى عند الميكانيكي، يا عند السمكري يا عند العفشاجي. شايف سوق الطرق في مصر مصلحه؟ هو بصراحه مصلحه لينا. طبيعي انه يبقى في مطبات على دائري طريق سريع؟ لا طبعا، لان حضرتك بتجري فالمطب بيبقى تاثيره على العربيه وانت بتجري غير وانت ماشيه بالراحه. الحاجات دي بتاثر على عمر العربيه؟ طبعا بتاثر، بتفكك عفشه، بوظ مساعدين، كسر شكمانات. فلوس كتير بقى؟ ديات يعني مثلا مقص يعمل له في سكه بتاع 600 700 جنيه، والمساعدين يعملوا بتاع 800 وحاجه. دائري ده بيتصلح فوقيك للمره الكام؟ للمره 20 مره يصلحوا فيه، وكل مرة يصلحوا ويرجعوا يهدوا ويكسروا فيه تاني والباب. يجيلك بقى ناس كتير قوي تنزل من عند الدائري عليك على طول عشان لبس؟ ايوه الملاوي اللي خبط في جانته واللي مفصل كوبري ده طصه. الدائري بسم الله ما شاء الله، ده الدائري يتفرج عليه كله دلع بصراحة يعني. طق انا بقول اي طريق مكسر اللي ما بتعمل فيها بترقعه نظبطها، هي حته شويه اسفلت هنا شويه اسفلت هنا والباب بتكبر دماغك عندي. كل ده في كفة، وحياة المصريين اللي بتتعرض للخطر كل يوم في كفة تانية. مع تحيات الهيئة العامة للطرق والكباري، آية شعيب، CBC.